علي الشيخ بارك الله فيكم، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: تحروها بالوتر من العشر. فعندما تبدأ العشر ينتشر بين الناس أنها في هذه الليلة الأولى، فيصابون بعضهم بالفتور، ما هو توجيهكم عن باقي الليالي؟ والله الآن رسولنا الله سبحانه وتعالى، ألا ما الذي سبحانه وتعالى، يعني ما هي الأسباب التي جعلت هذه الليلة الفضيلة العظيم فضلها مخفية ومبهمة عن عباد الله؟ لا شك أن هذا من مزيد فضل الله سبحانه وتعالى علينا، لئلا يقتصر عملنا على ليلة واحدة، بل نتحراها في الليلة الأولى، في الليلة الثانية، الليلة الثالثة، 10 ليال خفيفة، ليست سنة أو شهر أو كذا. ومع ذلك يعني الشيطان حريص علينا، فيجب علينا ألا نجعل له سبيل إلى صدودنا وغفلتنا وبعدنا عن هذه الليلة العظيمة. ليلة عظيمة كأنك لو حصلت عليها وعلى فضلها فكأنما حصلت على 84 عاما كلها تقضيها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نغتنم، وأن نعرف أن هذا الفضل العظيم من الله في إخفائها علينا، لئلا نتكل على ليلة واحدة، ولأن يكون تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى في أكثر من ليلة، ليزيد فضله، ليزيد عملنا المهيأ بفضل الله سبحانه وتعالى لمضاعفة الأجر. أحسن الله إليكم.